نشوف الأهلي اللي هو متصدر مجموعته رغم نتيجة التعادل. ما هو السبب الحقيقي؟ عشان أحب أخش على طول في الموضوع، يعني ما هو السبب الطبيعي أو الحقيقي وراء هذه النتيجة؟ بالمناسبة هي ليست بالنتيجة السيئة، الأهلي ما زال متصدرا، ولكن زي ما أنا وإنت متفقين مع بعض على أنه كل حاجة في الدنيا أنت لازم تخرج تشوف إيه إيجابياتها إيه سلبياتها. عندك إيجابية، إيه الإيجابية؟ أن أنت متصدر. لكن هل الإيجابية ليها علاقة بالنتيجة؟ لا، لأنك كنت تقدر تخرج من المباراة دي كسبان، لأنك سجلت هدف وقت مهم جدا في الدقيقة 87 أو الدقيقة 88، هدف لبيرشتاو كنت تقدر تحافظ عليه. ولكن ليه كانت النتيجة بالشكل ده؟ على السكة والدغري ومن غير لف ودوران، عشان مش ده أداء لعيبة النادي الأهلي. هناك حالة من الرعونة الزائدة لدى لعيبة النادي الأهلي، دلع. كم الفرص اللي أنا وإنت شايفينه طوال المباراة مش طبيعي. ما يجيش واحد يلوم لي على مارسيل كولر، تعال أوريك الانفرادات كانت عاملة إزاي. واحد يجي يقول لي أصل بص الانفراد، بص حسين الشحات. لا، ده الجون بتاع يانج افريكانز. اللي بعده جون يا كهربا، جون، انتهت القصة. نتعازم هو وبيرسي تاو. مين اللي المفروض بقى يتكلم هنا؟ كولر يعني هي المشكلة هنا كولر هو اللي ينزل يسجل ولا اللعيب؟ قرار غلط. مين اللي في القرار ده اللي قدامك ده غلط؟ لعيب ولا مدير فني؟ مدير فني. ايه تاني بعد الانفراد اللي انتوا شايفينه في الدقيقة 74؟ جون ما فيهاش كلام تاني، ما فيهاش. دي حاجات يا جماعة بديهيات، مسلمات بديهية. ده مش مدرب. هتقولي يا جماعة الانفرادات من فضلكم ما تطلعوش على هتقولي الانفرادات ورا بعضها. جون ما فيهوش كلام. الدقيقة اللي بعديها هتلي الوقع بتاع حسين الشحات في الشوط الثاني، جون ما فيهاش كلام برضو. تمام، واحدة كهربا، واحدة حسين الشحات، واحدة كريم فؤاد، واحدة لا مش ممكن. كم من الفرص غير طبيعية. كل الفرص اللي انت عمال بوريها لك خلال على الشاشة كده زي ما انت ما شايف كلها بتقول لك ان الاهلي يقدر يكسب باهداف كتير. اذا العيب فين؟ العيب في القرار. لم يكن هناك قرارا صائبا واحدا في كم الفرص اللي اهدروا لعيبه النادي الاهلي. بحسين واحده، بكهربا واحده، ببيرسي تو يتعزم هو وكهربا واحده، بطاهر واحده، بكريم فؤاد واحده. الله، هل ده يعقل في ماتش زي ده؟ طيب شفنا كم الانفرادات دي. ربك كرم ورزق وسجلت جه بيرسي تو وسجلت دقيقة 88، وصلنا للدقيقة 90، الحكم قال لك فيه خمس دقايق وقت محتسب بدل من الضائع. ها، نركز ولا نمشي على ميلنا؟ نمشي على ميلنا. كم أخطاء ساذجة ما يحصلش في فرقة بحجم النادي الأهلي في الهدف اللي سكن شباك الشناوي. مش ممكن. هات وأنا أوريك. عمرو السولية، محمد ارجع سولية من كله بقى، ارجع. ادي من ناحيه اليمين جابها لك من بدري من اول امبارح. الراجل ماشي بيتحرك على مهله. مين اللي راح قطع على الراجل هنا؟ مين الباك رايت اللي راح قطع على الراجل هنا؟ اهو السوليه جنبه وهاني جنبه وتحته ديانج. اقطع. لا، عدل ودخل جوه وكل سنه وانت طيب. بص اللقطه اللي بعديها، الراجل في حراسه وهميه من لعيبه النادي الاهلي. مين بيعمل كده؟ قرار لعيب غلط. قرار لعيب غلط. مش ممكن. لما تيجي بقى تراقب، انت كنت ممكن تسجل وتخلص الجيم 3-4 مرتاح، ما عملتش كده. طب لما سجلت ما حفظتش. انت اللي عملته ان انت هرب منك التركيز. اذن ارى ان هذا التوقيت هو توقيت حاسم ومهم للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي تبقى واقفه كويس قدام مسؤولياتها. انت تقدر المباراة دي تخلص نتيجة اكتر، ومش المباراة دي بس، واللي قبلها. اذا في مسؤولية ملقاة على اللعيبة. مدير الفني مش هيعمل لك اكتر من اللي عمله. مش هيوصلك للجون والشبكة فاضية والجون قدامك فاضي وهاتها جون، فانت ما بتجيبش. انا عامل ايه؟
يعني انا جالي حاطط نفسي النهارده مكان مدير فني، كل حاجه قدامي متاحه ان الشبكه دي تترقص وتتهب. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن ابراهيم فايق بيخلي مسؤوليه مارسيل كولر من التعادل. ليه بيقول كده؟ هو الراجل شرح لك وجاب لك صوت وصوره وجاب لك كل حاجه ان لعيبه النادي الاهلي بتتدلع. طيب احنا في بناخد وندي يا كابتن ابراهيم مع بعض في الكلام واحنا على قهوه الخواجه. فين صلاح محسن صاحب هدف ميدياما الاخير؟ صلاح محسن احنا عايزين ندخله جوه الاجواء لان الكهرباء لسه موقوف، انطوني موديس مصاب، فين صلاح محسن؟ ده ما يخص مارسيل كولر. تراجع النادي الاهلي في الشوط الاول اللي هو شخصيه النادي الاهلي في مباراه يانج افريقيا، ده كابتن ابراهيم فايق من كتر احترامنا ليه والوجهة نظره، هو ليه وجهة نظر وهي دلع لعيبة النادي الاهلي اللي هو كان ممكن المباراة تخلص باكتر من كده. ليه؟ لان لعيبة النادي الاهلي اولا لما تقدمت في الدقيقة 87 ما حافظتش على الهدف وباقي 6 أو 7 دقايق بالوقت الضايع، دي حاجة. الحاجة التانية دلع كريم فؤاد، دلع طاهر محمد طاهر، دلع كهربا، دلع بيرسيتاي ودلع الشحات في قرارات الاهلي. طب الدلع ده بيجي من قرارات حاسمة من مدير الكورة ولجنة التخطيط ورئيس شركة النادي الاهلي والمدير الفني؟ لازم كل الكل يتحاسب. لو الكابتن ابراهيم فايق عايز يلغي مسؤوليه مارسيل كولر، دي حاجه احنا بنتكلم يعني على قهوه الخواجه كده بكل واقعيه. انت بتتكلم، انا همشي معاك في الكلام، بس نزول النادي الاهلي او عدم لعب قفشه من الاول مباراه خطا، صلاح محسن عدم وجوده في المباراه خطا، تراجع النادي الاهلي في الشوط الاول خطا، كل ده يشيله مارسيل كولر. دلع اللعيبه يشيلوا مارسيل كولر لانه ما بيحاسبش، والحساب لازم يبقى شديد لان انت ما هو ما فيش وقت للدلع. يعني انت النهارده انت بقى عندك شباب بلوزداد وفرقه رخمه وفرقه شمال افريقيا وبتضيع وقت، انت هنا لازم تاكلها، هتروح هناك يا رب استرها، لو اتعادلت هنا كارثه. ميدياما كسب شباب بلوزداد، يانج افريقيا فريق داخل جوه المنافسه، فريق عنده كوره. اسمع رايك في الكومنتات ورب الحلقه تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوه الخواجه، تحياتي احمد الخواجه.